طيب البلان تيشو المعاصر page 172 يا جماعة. Before starting the exercise we are going to make a quick revision for the plant tissue. احنا عارفين ان ال systems ال body of any living organism بيبقى consists of number of systems وال systems بتبقى consists of organs وال organs consists of tissues وال tissues consists of cells. فاحنا هنا عندنا we are going to talk about the tissues. عندنا two kinds of tissues اللي هي ال plant tissue وال animal tissues. فالplant tissue هنا divided into two types, simple and compound. وكنا قلنا إن simple plant tissue دي بتبقى made of similar cells. Simple plant tissues بتبقى made of similar cells, group of similar cells. الcompound plant tissue بتبقى made of different plant cells. Different cells. طيب حد فاكر يا جماعة السimple plant tissue كانت إيه هي؟ simple plant tissues كانت مين؟ محدش فاكر؟ مش هي البارينكيما وكده؟ ايوه يا لينا تمام. احنا عندنا three kinds of simple plant tissue اللي هي عندنا البارينكيما تيشو، كولينكيما اند سكليرينكيما. انما الكومباوند تيشو، الكومباوند تيشو قلنا ان هي made of different cells، وان احنا عندنا ممكن بنسميها الكومباوند تيشو دي ممكن نسميها vascular plant tissue. وعندنا هنا فيها two types اللي هي الزايلم والفلايم. طيب كان شكلها ايه البارينكما والكولينكما والسكليرينكما دول؟ هنا عندنا ده شكل البارينكما. قلنا ان البارينكما دي بتبقى معمولة من elastic round cells وبيبقى فيه gaps in between. الجابس دي اللي allow the passage of air، عشان كده قلنا ان هي بتعمل aeration للplant، وبتبقى فيها كلوروبلاست فبتعمل فوتوسينثيس بروسيس. ده بالنسبه للبارينكما تيشو. الكولينكما تيشو بتبقى راوندد سيلز بس الوولز بتاعتها بتبقى ثيكند وذ سيلولوز اللي هو البلاك سبستنس دي اللي هي السيلولوز. وكنا قلنا ان السيلولوز ستارت وذ سي والكولينكما ستارت وذ سي عشان نفتكرها. وقلنا ان دي بتعمل سبورتنج للبلانت بس البلانت بيفضل الاستيك بندبل يعني. السكليرينكما هنا بتبقى برضو rounded cells بس الوولز بتاعتها بتبقى thickened with another material اسمها لجنين أو لجنن. الماتيريال دي بتبقى very hard فبتعمل support للplant. ده بالنسبة للsimple plant tissue. بالنسبة للcompound اللي هي الزايلم والفلايم قلنا ان دي vascular tissue دي بتعمل transport. الزايلم عندنا بتعمل transport للwater and salt from the soil فبتاخدها from downward to upward. انما هنا عندنا الفلايم، الفلايم بتبقى consists of sieve tube ومعاها companion cell. دي بتعمل transferring للفود اللي بيبقى made by the photosynthesis process in the leaves of the plant وبتعملها transferring to all parts of the plant. كنا قلنا هنا عندنا في الفلايم في companion cell، الcompanion cell دي اللي بيبقى فيها النيوكليوس، دي اللي بتعمل control للfunction بتاعت السيف تيوب. اوكي؟ انما هنا بالنسبه للزايلم والفلويم، بالنسبه للزايلم، الزايلم دي بتبقى الفيزلز بتاعتها بتبقى هولو ما بيبقاش فيها لا سيتوبلازم ولا نيوكليس، فعشان كده ممكن نقول ان هي ديد تيشو عشان it has no cytoplasm nor nucleus. طيب نبتدي بقى الكويستشنز بتاعتنا. عندنا الفيرست كويستشن بيقول لنا هنا ذا least level of the organization in the nervous system is illustrated in what. هنا عندنا يعني ايه least level of organization. احنا لما بنتكلم على living organism بنقول ان هو organized like this. The living organism بيبقى consists of systems. Systems consist of organs. The organs consist of tissues. The tissues consist of cells. The cells consist of الحاجات بقى اللي قلنا عليها الstructure بتاعت السيل. فهنا بيقول لنا least level of organization يعني أقل level في الorganization. مين؟ هيبقى nervous tissue ولا البرين ولا nerve cell ولا الميتوكوندريا؟ least يعني أقل حاجة في الorganization. مين يا جماعة؟ ميتوكوندريا تمام. ليه؟ احنا هنا مثلا عندنا البرين ده organ
الأورجان ده بيتكون من nervous tissue. النيرفس تيشوز بتتكون من نيرف سيلز، والنيرف سيلز فيها ميتوكوندريا. يبقى مين عندنا الليست في الاورجانيزيشن؟ هو الميتوكوندريا. تمام. طيب question number two، بيقول لنا هنا the following figure illustrates a leaf of the bean plant and a transverse section in it. Study it then answer. ده في section واخدينه في الليف. بيقول لنا هنا which of the following represent cell ومين اللي represent الاورجان؟ X و Z ولا Y و L ولا Z and L ولا L and X؟ مين اللي represent cell ومين اللي represent organ؟ مين في دول اللي represent organ يا جماعة؟ نفكر كده، مين؟ X ولا Y ولا Z ولا L؟ M. مين يا رزان؟ L هي الأورجان. تمام، عشان دي represent الليف وده أورجان in the plant. فهنا هتبقى الأنسر بتاعتنا، هنشوف مين التاني L، يعني إما هنا هتبقى بالنسبة لنا B أو C. طب نيجي لل Y وال Z. ال Y وال Z مين فيهم السل؟ ال Y ولا ال Z؟ Y. Y هي اللي سل، ال Z دي space، ده فراغ موجود ما فيهوش حاجة. فهنا هتبقى الأنسر بتاعتنا هتبقى number B Y and L. طيب number two، which of the following represent the function of structure Y؟ هنا structure Y دي which kind of plant tissue؟ simple ولا compound دي؟ الجزء ده simple ولا compound؟ ده simple، معمولة من similar cells اهي. Y دي هتبقى مين في السيمبل بلانت تيشو؟ بارينكما ولا كولينكما ولا سكلرينكما؟ أول واحدة. أول واحدة بارينكما. لا أقصد أول، لا مش هي كمان هتعمل أرييشن؟ تمام، دي بارينكما تيشو يا جماعة. بارينكما تيشو دي إحنا كنا قلنا إن هي هتقدر تعمل فوتوسنسز عشان فيها كلوروبلاست اللي هي جرين دوتس دي، وهتقدر تعمل اريشن كمان عشان السبيسز اللي بتوين السيلز. فهنا الانسر بتاعتنا هتبقى A and B together performing the photosynthesis process and aeration. طيب number three، glucose molecules are formed in the structure of what؟ الجلوكوز ده اللي results from the formation of from the process اللي هي الفوتوسينثيس process. طب مين هنا اللي بيقدر يعمل photosynthesis process؟ هنقول مين؟ X ولا Y ولا X and Y ولا Y and Z؟ وانا مش فاهم ايه علاقة الجلوكوز بالفوتوسنتس. هي ال Y هي الفريق ده الفود بتاع البلانت اللي results from the photosynthesis process. البلانت لما بيعمل فوتوسينثيس بروسس بيعمل فوتوسينثيس بروسس عشان يعمل فورميشن اوف جلوكوز مولكيول. اوكي، فمين في دول اللي بيعمل فوتوسينثيس بروسس بقى؟ اكس اند واي، عشان الاثنين فيهم كلوروبلاست اللي هي الجرين دوتس دي، دي الكلوروبلاست اللي ريسبونسبل فور ذا فوتوسينثيس بروسس والفورميشن اوف جلوكوز. فهنا هيبقى اكس اند واي. طيب ذا نيكست كويستشن، from the tissues that work on supporting the plant. مين التيشو اللي بتعمل support للplant؟ كولينكما and سكليرينكما، بارينكما and كولينكما، بارينكما and سكليرينكما ولا بارينكما and زايلم؟ مين اللي بيعمل support للplant؟ ايه؟ مين اللي بيعمل support في الplant؟ ايه؟ طيب كولينكما and سكليرينكما. تمام، الكولينكما علشان دي بتبقى thickened with cellulose والسكليرينكما عشان بتبقى thickened with lignin. تمام. طيب question number four، if you know that the fibers of linen are characterized by their ability to bear the tensile. يعني ايه bear tensile يا جماعة؟ حد عارف؟ يوسف أحمد، تعرف يا يوسف يعني ايه bearing tensile؟ لا بس. طيب حد عارف يعني ايه bearing tensile؟ يعني ك
can hold the pressure. تقدر تتحمل يعني الضغط أو الشد. Which of the following tissues do you believe that they are formed of? هيبقوا معمولين من إيه يا جماعة؟ مادام حاجة تقدر تستحمل ال pressure أو تستحمل الشد. يعني ليها support. Parenchyma tissue, xylem tissue, sclerenchyma tissue ولا ال phloem tissue؟ Xylem. السكليرينكما تيشو هي اللي بتعمل سبورت للبلانت، هي اللي بتعمل سبورت للبلانت، انما الزايلم والفلايم دول بيعملوا ترانسفيرنج للووتر وللفود. اوكي دي المين فانكشن بتاعتهم، انما اللي بيعمل عندنا سبورت للبلانت السكليرينكما تيشو. طيب البارينكما قلنا ان هي ما بتعملش سبورت، دي بتعمل اريشن. اوكي فهنا هيبقى الانسر بتاعنا سكليرينكما تيشو. Question number 5. Which of the following contains nucleus? Vessels, tracheids, companion cell, sieve tube. احنا عندنا vessels والtracheids دي كانت السيلز اللي بتعمل عندنا الزايلم. Companion cell والsieve tube دي اللي كانت بتعمل عندنا الفلايم. Which one of these cells can feed the nucleus? Companion cells. تمام. Companion cells قلنا هي اللي بتبقى لازقه في السيف تيوب في الفلايم، ودي اللي بتعمل كنترولنج للفانكشن بتاعت الفلايم عشان هي اللي فيها النيوكليوس. انما البيزلز والتراكيدز والسيف تيوبس هاز نو نيوكليوس، دي هاف نو نيوكليوس. طيب نمبر 6. The product of photosynthesis process in the plant transfer through what؟ هو ايه البرودكت بتاع الفوتوسينثيس بروسيس ده يا جماعه؟ الجلوكوز. الجلوكوز تمام، اللي هو الفود اوف ذا بلانت. واحنا اتفقنا الفود بتاع البلانت ترانسفير ثرو وات؟ السيف تيوب. سيف تيوب. تمام، عشان السيف تيوب دي بارت من الفلايم. احنا دي عندنا الفلايم بيبقى فيها السيف تيوب والكومبانيون سيل، فاحنا هنا الفود ترانسفير ثرو ذا سيف تيوب ان ذا فلايم. تمام، يبقى هنا عندنا السيف تيوب. طيب question number 7. Xylem is similar to phloem in what? Xylem and phloem. احنا عارفين ان الزايلم بتعمل transferring للwater والsalt، والفلايم بتعمل transferring للfood. The direction of the movement ولا the structure ولا the type of thickening ولا the type of the tissue. Type of the tissue. تمام. The type of the tissue عشان both of them compound tissue أو vascular tissue. تمام. طيب question number 8. بيقول لنا هنا إن الأوبوزيت figure ده illustrate experiment was carried by a researcher used an insect feeding on the plant sap. البلانت sap دي يعني الجزء اللي موجود في السap بتاع البلانت، الفراغ اللي في البلانت. By its piercing mouth part، هي الماوث بتاعها عامل زي النيدل كده. بيقول ان هي عملت insertion في البلانت ستم، اوكي، عشان تعمل feeding. بعد كده الريسيرشر ده عمل transverse section في الماوث او النيدل بتاعت الفلايم، لقى ان الكونتنتس بتاعتها موجود فيها sugar. يبقى معنى كده ان النيدل دي بتاعت الانسكت كانت inserted in which part of the plant؟ tracheids, xylem vessels, sieve tube, parenchyma cells. كانت هتبقى inserted فين يا جماعة؟ عشان نلاقي فيها الشوجر أو نلاقي فيها الفود بتاع البلانت. سيف تيوبز. تمام، في السيف تيوب، عشان السيف تيوب دي اللي بتعمل ترانسفير للفود. تمام. طيب next question. طب إيه مثلا الزايلم بتعمل ترانسفير لإيه؟ للووتر أند سولت. الووتر أند. تمام. طيب question number 9. بيقول لنا هنا the opposite figure represents a group of plant tissues in a stem of a higher plant. Study it then answer. بيقول لنا هنا the tissue that is responsible for the aeration is number what؟ احنا هنا عندنا number 1 with 2 3 and 4. مين اللي responsible for aeration؟ 4 1 ها number كام؟ 1 1 4. تمام، هي نمبر 4. ليه نمبر 4؟ عشان دي البارينكما
البارينكما تيشو. عرفنا منين انها البارينكما تيشو؟ عشان في spaces between السيلز بتاعتها، فدي اللي allow the passage of air، فدي اللي تبقى responsible for aeration. 1 دي مفيش spaces between السيلز، السيلز بتاعتها thickened with cellulose. اوكي، فدي مش هتقدر ان هي تعمل aeration للبلانت. طيب tissue number 1 اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، دي هتبقى found in what؟ potato tuber ولا pear tuber ولا البارسلي ستم ولا no correct answer؟ نبص على تيشو نمبر 1، احنا لسه قايلين ان هي الوولز بتاعتها thickened with what؟ thickened with cellulose. طيب احنا نعرف منين نفرق اذا كان ده سيليلوز ولا لجنين يا جماعه؟ حد فاكر؟ قلنا اللجنين under the microscope بيبقى لونه ايه؟ حد فاكر ليه قلنا ان ده سيليلوز مش لجنين؟ اللجنين under the microscope بيبقى لونه red. اوكي، طيب هنا ده thickened with cellulose. طيب انتوا عارفين البوتيتو تيوبر دي، البوتيتو تيوبر ده شكلها اللي هي البطاطس، البير اللي هو الكمثرى دي بتبقى very hard، والبارسلي ستام دوت اللي هو البقدونس. مين في دول يا جماعه تفتكروا هيبقى اللي thickened with cellulose؟ مسا ايه اول البوتيتو، ايه اول واحده؟ اول واحده اللي هي البوتيتو تيوبر اللي هي البطاطس صورتها تيوبر، يعني تيوبر يعني جزء من البطاطس، سلايس منها يعني. مسا هي نمبر 1 دي كولينكما ولا ايه؟ نمبر 1 دي هتبقى كولينكما عشان thickened with cellulose، يبقى دي هتبقى موجودة في مين في دول؟ في سي، البارسلي ستم، علشان دي فيها سيليلوز، السيليلوز ده بيبقى تعمل سبورت للبلانت وفي نفس الوقت بيكون إلاستيك بندبل، يعني نقدر ان احنا نتنيه. انما هنا البوتيتو تيوبر والبير بلانت دول هيبقوا ثيكند وذ سيليلو، هيبقى فيهم سكليرينكما اللي هي ثيكند وذ لجنين اللي هي فيري هارد ماتيريال، فهنا هنختار نمبر سي اللي هي البارسلي ستم. مفهوم السؤال ده يا جماعة؟ مفهوم؟ مش ممكن تاني بس. ايه اللي مش فاهمها فيها يا نور؟ ليه هي البارسلي مثل البوتيتو تيوب؟ البوتيتو تيوبر والبير دول لما بتيجي تمسكيهم، لما بتيجي تاكليهم، بيبقوا هارد ولا بيبقوا سوفت يا نور؟ بيبقوا هارد. هيبقوا thickened with what؟ لجنين. طيب هنا structure number one ده thickened with لجنين ولا calling ولا cellulose. فهنا هيبقى مين في دول؟ البارسلي. اوكي؟ تمام. اوكي. طيب the next question number 10 بيقول لنا هنا a researcher put a plant in a test tube containing colored water. اهو. خلاص، وبعد كده سابها 24 hours، وبعد كده اخد transverse section في الستام. لقى ايه بقى؟ He observed that in the sieve tube are colored by the same color of the water، ولا xylem vessel هي اللي colored، ولا sieve tube والxylem هما اللي colored with the color of the water، ولا companion cell. احنا هنا لما نحط البلانت في colored water، مين اللي هيعمل absorption للوتر دي يا جماعة؟ الزايلم، علشان هو اللي بيعمل ترانسفير للووتر. فهنا هنلاقي مين اللي هيبقى عنده the same color of the water، السيف تيوب ولا الزايلم، ولا السيف تيوب والزايلم، ولا الكمبانيون سيل؟ الزايلم. تمام، فهنا هيبقى الانسر بتاعتنا الزايلم vessels are colored by the same color of the water. يبقى هنا لازم نعرف ان الزايلم هي الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل transfer للووتر، فهي اللي هتعمل لها absorption فهتبقى colored. اوكي، مفهوم الquestion ده؟ حد عنده سؤال يا جماعة؟ طب ممكن حد يرد عليا؟ تمام. اوكي، ميرسي يا نور، والله انت اللي بتعبريني وبتردي عليا. طيب question number 11
بيقول لنا هنا فلايم تيشو contains sieve tubes and companion cells. The sieve tubes provide the companion cells with the energy needed to transfer the product of the photosynthesis process. هنا عايزين نعرف مين الستيتمنت اللي صح ومين اللي wrong، ولا الاثنين صح والاثنين wrong. طب نبص على اول واحدة هنا، بيقول لنا فلايم تيشو contains sieve tube and companion cell. الستيتمنت دي correct ولا wrong؟ صح. Correct. Correct. طيب نيجي للستيتمنت الثانية. The sieve tube provides the companion cell with the energy needed. دي right ولا wrong؟ Wrong. دي wrong. لأن السيف tube مش هي اللي provide the companion cell with the energy. تمام؟ companion cell هي اللي فيها النيوكليوس، فهي اللي بتعمل controlling للfunction بتاعت السيف tube. فهنا عندنا الفيرست statement correct والسكند is wrong. يبقى احنا هنا هنختار number B. طيب parenchyma tissue performs the photosynthesis process to form the glucose. ال statement دي correct ولا wrong يا جماعة؟ parenchyma tissue perform the photosynthesis process to form the glucose. Right ولا wrong؟ Right. Right. تمام. طيب هنا عندنا الستيتمنت الثانية بيقول لنا the plant stores the glucose temporarily in the plastids found in it. دي right ولا wrong؟ احنا عارفين ان البلاستيدز اللي هي الكلوروبلاست هي اللي بتعمل photosynthesis process، فبتعمل formation of glucose. فهنا بيقول لنا ان هي بتعمل لها storing temporarily، يعني وقت مؤقت لغاية ما بيحصل لهم transfer by the phloem. فهنا السنتنس دي برضو correct. يبقى احنا هنا عندنا الـ two statements are correct. طيب البارت الثاني في السؤال بيقول لنا هما related ولا not related؟ يعني بيتكلموا على نفس الحاجة ولا حاجات مختلفة؟ related ولا not related يا جماعة؟ related. related تمام، عشان both of them بيتكلموا على الجلوكوز اللي made by the photosynthesis process. فهنا عندنا the two statements are correct and related. The next question, question number 13. Which of the following plant cells cannot transcribe RNA? هو مين اللي بيقدر يعمل transcription لل RNA يا جماعة؟ اللي في النيوكليوس. تمام، النيوكليوس عشان فيها الـ DNA. طيب يبقى هنا بيقول لنا plant cell cannot transcribe RNA، يبقى معنى كده إن هي ما فيهاش نيوكليوس. فإحنا هنا هندور على cell has no nucleus، ما عندهاش nucleus. مين في دول اللي ما عندهاش nucleus؟ الزايلم والسيف تيوب. تمام، الزايلم and sieve tube. ليه الزايلم والسيف تيوب؟ عشان الاثنين ما عندهمش nucleus. They have no nucleus. تمام كده؟ طيب question number 14. The inability of the sieve tube to produce energy. سيف تيوب ما بتقدرش تعمل production للانرجي due to the absence of what. هو مين اللي في السيل اللي بيعمل production للانرجي يا جماعة؟ ميتوكوندريا. بتاعت مين؟ ميتوكوندريا. ميتوكوندريا تمام يا سلم. يبقى هنا عندنا هنا the inability of the سيف تيوب to produce energy due to the absence of ميتوكوندريا number D. طيب question number 15. Which of the following are found in the structure of the conductive vascular tissue for the soil salts? هي مين ال vascular tissue دي يا جماعة؟ مين اللي سميناها vascular tissue؟ ال compound tissue. تمام، ال compound tissue اللي هي الزايلم والفلايم. طيب مين فيهم اللي بتنقل السولت soil؟ الزايلم. يبقى هنا هنختار مين؟ تراكيدز اونلي. تراكيدز اونلي، عشان التراكيدز دي part of the xylem. Part of the xylem. انما السيف تيوب والكمبانيون سيل دول parts من الفلويم اللي بتعمل transferring للفود. التراكيدز هي السيلز اللي هي part of the xylem اللي هي responsible for transferring water and salt from the soil. مفهوم السؤال ده؟
حد عنده مشكلة فيه؟ طيب next question, question number 16. Which of the following is from the plant tissue that perform most of metabolic process? هي ايه الميتابوليك بروسيسز دي يا جماعة؟ ليه الميتابوليزم؟ اللي هي الميتابوليزم. تمام يا بشوي. طيب الميتابوليزم ده concerning what؟ act على what؟ على الفود صح؟ اللي بيعمل breaking down of food and building of macromolecules. تمام؟ ها تمام؟ طيب تمام. طيب مين هنا بقى في دول؟ which of the following is from the plant tissue that perform most of the metabolic process اللي بيحصل فيها formation and breaking down of food؟ البارينكما، سكليرينكما، زايلم ولا الفلويم؟ طب نفكر كده الفانكشن بتاعت كل واحدة من دول عشان نقدر نعرف الإجابة. الزايلم والفلويم بيعملوا ايه؟ ترانسفيرنج. تمام. الزايلم بتعمل ترانسفيرنج للووتر والفلويم بتعمل ترانسفيرنج للفود، يعني ما لهمش علاقة بالميتابوليزم صح؟ اه. طيب احنا هنتكلم بقى مين البارينكما والسكليرينكما. البارينكما والسكليرينكما، السكليرينكما بتعمل ايه للبلانت؟ سبورت. سبورت تمام. البارينكما اريشن، تعمل اريشن وايه كمان؟ وفوتوسينثيسيس وفورم جلوكوز. تمام. وفوتوسينثيسيس بروسيس، مش الفوتوسينثيسيس بروسيس دي دي ميتابوليك بروسيس؟ اه تمام. يبقى احنا هنا هنختار مين؟ البارينكما تيشو. مفهوم السؤال ده؟ هو السكليرينكما والكليرينكما مش بيعملوا فوتوسينثيسيس بروسيس؟ لا، بيعملوا سبورت للبلانت. اوكي اوكي يا رزان. اوكي. question 17. The plant tissue whose cells are thickened by the cellulose substance only and it supports the growing plant parts is what؟ دي سهلة دي. مين اللي thickened with cellulose substance only؟ كولينكما. كولينكما تمام. اوكي طيب حد عنده اي question يا جماعة في الجزء بتاع البلانت تيشو؟ حد عنده اي سؤال في الجزء بتاع البلانت تيشو؟ طيب ندخل على الانيمال تيشو page 186. طيب نفتكر مع بعض كده عندنا الانيمال تيشو، احنا كان عندنا how many types of animal tissues؟ We have four types of animal tissue. Epithelial tissue اللي كان فيها السيمبل سكوامس والكيوبويدل والكولومنر، وعندنا الكومباوند epithelial tissue اللي هي بتبقى made of many layers اللي هي stratified squamous، دي اللي هي موجودة في السكين، وفي عندنا هنا الconnective tissue. connective tissue اللي فيه عندنا الproper connective tissue والskeletal connective tissue اللي هي موجودة في السكيلتون، والvascular connective tissue اللي هي كانت البلد والليمف، وفي عندنا المسكلر تيشو اللي هي المسلز بتاعتنا، في عندنا سموث مسلز اللي هي بتبقى involuntary مسلز زي بتاعت الاستومك والسمول انتستن، وفي عندنا سكيلتال مسل دي اللي بتعمل كفرنج للبونز بتاعتنا، دي اللي بتبقى able we can control it اللي هي بتعمل contract وrelax voluntary، وهنا عندنا الكاردياك تيشو. الكاردياك تيشو دي اللي قلنا المسلز اوف ذا هارت، ودي بتبقى involuntary muscles وبتكون striated. striated اللي هي مقلمة كده يعني. وآخر kind of tissue عندنا اللي هو nervous tissue اللي هي nerves اللي بتعمل transfer للorders من البرين to all parts of the plant and to all parts of the body and vice versa. اوكي دي kinds of animal tissue. طيب نيجي نشوف ال questions عندنا. the first question بيقول لنا هنا number one، the opposite figure represents an alveolus
الفيولس دي اللي هي الالفيولاي اللي قلنا اللي هي بتبقى present في الريسبيراتوري سيستم بتاعنا في اللنج. Which of the following represent the shape of the cells in number one؟ هنا عندنا دي الوولز بتاعت الالفيولاي. احنا كنا قلنا الالفيولاي دي بتبقى lined with epithelial tissue. Lined with epithelial tissue. كانت which kind of epithelial tissue؟ السيمبل سكواموس ولا الكيوبويدل؟ السيمبل. السيمبل تمام. السيمبل سكواموس تمام. طيب number two, the opposite figure represent the structure of a tissue that is present in what system؟ هي هنا عندنا دي which kind of tissue؟ دي epithelial tissue. طيب الepithelial tissue دي which kind؟ هي طويلة شوية تبقى مين؟ الكولامنر. الكولامنر epithelial tissue. طب احنا كنا قلنا الكولامنر epithelial tissue موجودة in which part in our body؟ الاستومك والانتستين. تمام الاستومك والانتستين. يبقى هتبقى موجودة in which system؟ في الدايجستيف. الدايجستيف سيستم تمام يا عمر. يبقى هنا عندنا هتبقى الدايجستيف سيستم. طيب question number three. The opposite figure represent the structure of a tissue that present in which system. هي دي which kind of tissues يا جماعة؟ دي برضو epithelial tissue. Which kind? Simple. Simple. Simple squamous. تمام عشان هي flat اهي. طيب السimple squamous دي كنا قلنا موجودة فين؟ بتعمل lining لإيه؟ بتعمل لايننج للالفيولاي والبلود كابيلاريز. تمام للالفيولاي والبلود كابيلاريز. وقلنا الالفيولاي دي موجوده في ويتش سيستم؟ اللي هي دي قلنا موجوده فين؟ في الريسبيراتوري. في الريسبيراتوري تمام. يبقى هنا هنبقى ايه؟ ريسبيراتوري سيستم. مفهوم يا جماعه؟ بنفكر في الاسئله دي ازاي؟ الاول نشوف ويتش كايند اوف تيشو وبعدين نشوف اللوكيشن بتاعها موجود فين. اوكي طيب question number four. بيقول لنا هنا the absorption of the glucose in the small intestine takes place through what؟ احنا عندنا هنا ال small intestine. ال small intestine دي قلنا ان هي بتبقى lined with what؟ lined with epithelial tissue. ال columnar. which kind بقى of epithelial tissue؟ ال columnar. ال simple columnar. تمام لسه احنا قايلينها دلوقتي في ال digestive system. simple columnar. طيب الكارتليجينس رينجز اللي بتعمل التراكية. التراكية دي يا جماعة اللي هي part من الريسبيراتوري سيستم اللي هي القصبة الهوائية بتاعتنا. are from the tissues that are devoid of calcium. devoid of calcium يعني ما عندهاش كالسيوم. اوكي and they are from the tissues that perform the what؟ support ولا sensation ولا digestion ولا transportation؟ transportation اعتقد. بتعمل transportation لايه cartilaginous rings اللي في التراكية؟ cartilaginous rings في التراكية دي معمولة من الكارتلج. معمولة من ايه؟ من الكارتلج. الكارتلج دي part من الايه؟ which kind of muscles؟ مش دي ذات الهارت؟ لا الكارتليجينس رينجز دي موجوده في التراكية. التراكية دي القصبه الهوائيه دي بتعمل سبورت. دي بتعمل سبورت عشان دي من السكيليتال ماسلز. فروم ذا سكيليتال ماسلز. اللي في الهارت دي اسمها كاردياك. انما دي هنا بيقول لك كارتليجينس جايه من كلمه كارتليج. فاكرين الكارتليج والبونز؟ قلنا ان دي من السكيليتال كونكتيف تيشو اللي بتعمل سبورت. اوكي يا جماعة مفهومة دي؟ تمام تمام. طيب question number six. بتهيألي ده هيبقى آخر سؤال نحله سوا يا جماعة عشان احنا فاضل أقل